كتظنوا لولا هذا المركز ديال تصفيات مياه البحر اللي عندنا في سوسه؟ طبعا كيف ما قلتوا اليوم كانت مناسبه للتواصل مع الشباب ديال انزكانيت ملول والمناضلات والمناضلين ديالنا من اجل يعني التعريف بهذا البرامج اللي كديرها الحكومه اللي التزمت بها. طبعا شفتوا النقاش الكبير اللي كاين وشفتوا الهجمات اللي تعرضنا لها، لانه قلنا واحد القناعه نؤمن بها داخل هذه الحكومه، قلنا بانه ما خصناش نحصروا، وكان عيدها ما خصناش نحصروا النقاش السياسي في البلاد في نقاش ضيق ما يتعلق بالتحديات الظرفية الاقتصادية والغلاء. اليوم النقاش اللي كيتسناه المغاربة هو نقاش أكبر في التعليم، في الصحة، في الحماية الاجتماعية، وهذا الشيء أكيد زعج يعني هذوك الأطراف ديال المعارضة اليوم اللي كتعاني من مشاكل نفسية حقيقية، لأن خصها اليوم أنها تكون واضحة مع راسها وأنها تمشي تعالج هذا الميول نحو السلبية وهذا الميول نحو خلق واحد رأي عام اللي كيتقبل كل ما هو سلبي، واللي رأي عام اللي ما بقى راضي على حتى شي حاجة. هذه الأمور كلها لن تنفع وطننا. أنا كنقول بأن هاد الناس هادو اليوم الى بقاو في هاد النوعيه ديال النقاش وهاد النوعيه ديال الجر ديال النقاش العمومي نحو الحضيض، فهم تنقصهم الوطنيه. انا كنقولها وكنعرف شنو كنقول، لان اللي عنده الكبدة على بلاده، اللي عنده الغيره على بلاده، ما كيبغيش يسوقها على انها بلاد المجاعه، ما يمكنش يسوقها على انها بلاد فيها اليوم هاد الاشكاليات بهاد الحده اللي حقيقه كنشوفوها غير في المواقع وما كنشوفوهاش في الواقع. انا نزل التيران والناس ديالنا كاين في التيران، ما كاينش هاد الشيء، كاين الناس مقصحه حقيقة، لكن ماشي لهذه الدرجة ديال المجاعة وهذه الأمور اللي كيتكلموا عليها. وكذلك الجؤول بعض الوسائل والأساليب اللي كتبين بأنهم صافي انتهت عندهم الحجة ديال النقاش، خاصة داك الشيء اللي قلتوا اللي شفنا البارح ديال اللي حاولوا يخلقوا منه واحد الحدث بالبوس. سيد رئيس الحكومة كنعرفوا جميع بأنه عنده واحد المشكل في الركبة ديالو، مشكل بسيط أنه ما كيقدرش يتني الركبة ديالو في الصلاة، فهذا هو اللي أدى إلى أن هذيك الصورة لا يعاني من أي وعكة صحية. اليوم راه دار اجتماع مع اتحاد مقاولات المغرب في اطار مواصله الحوار على اتفاق ديال يعني الحوار الاجتماعي مع النقابات، وكيؤدي الدور ديالو. ما نساوش بان هذا السيد هذا مدة 13 سنة هو وزير فلاحة في الجبال، وكيطلع وكينزل باش انه يحقق المغرب الأخضر اللي هو ناجح، وكذلك اليوم كرئيس حكومة ماشي رئيس حكومة عادي، وإنما رئيس حكومة اللي كيتدخل في جميع البرامج كيف ما شفتوا، حضر مع الناس الفلاحة، حضر مع الناس ديال الشغل، حضر مع النقابات، فبالتالي هو رئيس حكومة أعاد لهذه المؤسسة الهيبة ديالها. حملة كيفاش كيستقبلوهم الناس، كيفاش كيتواصلوا معاهم، أمور يعني جد إيجابية، فكلوا على يقين انه ان شاء الله المراد ديالنا غادي يتحقق. نحافظوا على الحماس، نحافظوا على التواصل، نحافظوا على هذا الجو اللي كيرتبط بيناتنا، جو عائلي.